ولمناقشة المشهد الأمريكي هذا المساء في اليوم الذي تم الإعلان فيه عن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يسرني أن أرحب بضيوفي معي هنا في استوديو سكاي نيوز عربية في واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي دينيس جيف، معنا أيضا من واشنطن المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية والمسؤول السابق في إدارة الرئيس ترامب فريد فلايتس، ينضم إلينا أيضا من الرباط أستاذ العلاقات الدولية الدكتور تاج الدين الحسيني. مرحبا بالجميع دينيس، مساء الخير، مرحبا بك معنا. دعني أبدأ معك من حيث توقف مراسلنا أنس الصبار قبل قليل، أشار إلى أن هناك ربما اتصالات بين الرئيس المنتخب جو بايدن وعدد من زعماء الحزب الجمهوري في محاولة على ما يبدو لحمل الرئيس ترامب على القبول والإقرار بهذه النتيجة، نتيجة هذه الانتخابات. هل ستنجح هذه المساعي برأيك؟ شكرا جزيلا على استضافتي، أقدر هذا السؤال. هل سيكون هناك نجاح في إقناع الرئيس ترامب لتغيير رأيه حول النتائج؟ يمكن أن نتمنى المعجزات، لكن هذا لن يحدث مع ترامب. أعتقد أن ما يهم في نهاية المطاف هو أنه سيكون مهما لميراثه، وإذا استرجعنا تاريخ الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية فهي يشار إليها بالبنان كمشعل للديمقراطية منذ عقود، والآن هذه الديمقراطية شابتها بعض الأشياء، لكن من الجيد أن يقبل. سيد فلايتس، ما رأيك؟ الآن هناك محاولات وهناك أصوات داخل الحزب الجمهوري نفسه تدعو الرئيس ترامب إلى الإقرار بهذه النتيجة والاعتراف بما أسفرت عنه هذه الانتخابات بفوز السيد جو بايدن. أين ستكون العراقيل في هذا المسعى؟ وهل سيتمسك الرئيس ترامب بموقفه الرافض حتى الآن لهذه الانتخابات؟ أعتقد أن الرئيس ترامب سيقبل هذه النتائج لأن هناك مزاعم واتهامات بالتزوير، لكن هكذا تعمل الديمقراطية. نتذكر وينستون تشرشل الذي كان قال الديمقراطية هي أسوأ مظاهر الحكم باستثناء المخرجات المتفق عليها التي تفضي إليها. لذلك نعرف أن ألغور كان قد انتظر 37 يوما قبل أن تحسم النتائج لصالح بوش، لذلك أعتقد أن هناك تحديات قانونية ستترجم عبر معارك قضائية من حملة ترامب، وذلك من أجل الحرص على القانون، وأعتقد في نهاية المطاف سيقبل النتائج. هل الوضع مشابه دينيس لما جرى في عام 2000؟ الكثير يعني من المحللين الذين ظهروا معنا يقولون في عام 2000 كان هناك نزاع قضائي والمسار القانوني أخذ مجراه، لكن الوضع مختلف إلى حد كبير. لم يخرج آنذاك الرئيس الأمريكي ليقول هناك تزوير وهناك فبركة أصوات وهناك يعني تشويش على العملية الانتخابية وتلاعب. المسألة كانت مختلفة، كان هناك خلاف على مقاطعة أو مقاطعات قليلة معينة في ولاية فلوريدا تم فيها إعادة الفرز وانتهت المسألة. هل الوضع مشابه اليوم؟ نعم، الأمر مختلف مع عام 2000. أعتقد أنه يجب علي تصحيح تلك المعلومة. 37 يوما لم ينتظر هذه المدة بالنسبة لألغور. كان هناك عد وفرز في فلوريدا وكان هناك انتظار للنتائج، وذلك خلال الفترة التي لم يقبل
قبل بها ألغور النتائج، وفي الواقع حدث ذلك في وقت سريع عندما قامت المحكمة العليا بالقول إنه يجب وقف الفرز وإعلان بوش الرئيس، وألغور قبل ذلك بسلاسة ودون أي تشويش. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا المشهد، حيث يكون هناك عدم احترام لسيادة القانون وللدستور وللديمقراطية ولسيادة الشعب الذي شارك بشكل كبير في هذه الظروف الصعبة. وبطبيعة الحال نعم، الصوت من حولنا مرتفع نوعا ما، أدرك ذلك سيد دينيس. سنحاول يعني قدر الإمكان الإبقاء على الترجمة وعلى الصوت بمستوى مقبول. أنتقل إلى الرباط الآن مع الأستاذ الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير دكتور الحسيني، مرحبا بك معنا. قبل أن نخوض في ربما ملفات دولية قد تكون مطروحة الآن على طاولة السيد بايدن في المرحلة القادمة، أود أن أسمع وجهة نظرك فيما يجري على الصعيد الداخلي الأمريكي وهذه الانتخابات غير المسبوقة التي شاهدها الأمريكيون وشاهدها العالم، يعني الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات. البعض شكك في الديمقراطية الأمريكية، في نزاهة الانتخابات، في شرعية نظام الحكم في هذه البلاد. أود أن أسمع رأيك في هذه المسألة بداية. اعتقادي أن كل ما تعيشه الولايات المتحدة اليوم هو مرتبط بشخصية ترامب، فهو ذو سلوك فريد من نوعه إذا قارناه مع كل الرؤساء الأمريكيين، وهذا النوع من السلوك انعكس بقوة داخل الحزب الجمهوري، مما أدى بالحزبين إلى أن يقسم الولايات المتحدة إلى حلف تجاه الآخر، وهذا شيء خطير بالنسبة للديمقراطية الأمريكية. لكن مع ذلك الديمقراطية الأمريكية أتت بالجديد هذه المرة، بحيث أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة نلاحظ أن 75 أو 76 مليون من السكان الأمريكيين صوتوا لرئيس ليكون هو المرشح الناجح في الانتخابات، وهذا شيء فريد من نوعه. لكن أكثر من ذلك الموقف الذي أخذه الآن ترامب تجاه نتائج الانتخابات شكل كذلك استثناء لم تعرفه الولايات المتحدة في الماضي، بحيث اليوم هناك تساؤلات كثيرة، هل ستصل الولايات المتحدة إلى حرب أهلية؟ ونحن نرى كثيرا من السكان من المتحالفين مع ترامب يتجولون بأسلحتهم الأوتوماتيكية في الشوارع وفي أماكن التظاهرات. هل سيرفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ هل ستحال الملفات فيما بعد على المحكمة العليا؟ وكيف سيكون قرارها، خاصة أنه عين على الأقل ثلاثة قضاة يفترض أنهم سيكونون إلى جانبه؟ هذا في وقت للأسف لا يملك فيه أي حجة على أي تزوير في الانتخابات، بل إن المتحالفين معه سواء داخل الكونغرس وشخصيات وازنة من حكام ولايات أشاروا بوضوح إلى أن النتائج كانت قانونية وأن أي تزوير لم يتم إثباته. وهذه مسألة حتى على مستوى القانون تفترض وجود حجج واضحة وواقعية، لكن هذا شيء غير موجود، وبالتالي نحن نعيش في هذه الانتخابات نموذجا من المفارقات الكبرى ومن تناقضات لم يسبق لها مثيل في الحياة السياسية الأمريكية. سيد فلايتس، ما رأيك؟ كما يقول الدكتور حسيني، هذه التناقضات وهذا الذي نشهد اليوم في الولايات المتحدة مرتبط مباشرة بشخصية الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يعني كما يعتقد كثيرون هو يعني عامل أساسي في إعطاء هذا الانطباع عن الولايات المتحدة، نظام الحكم فيها، آلية الانتخاب وكل هذه الأمور. ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أنه محق، والناس حول العالم يعرفون أن الرئيس ترامب له شخصية قوية للغاية بصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه وعن موقفك منه. لا بد من الإقرار بأن شخصيته قوية. نعرف أن CNN والBBC
أظهروا عبر أخبارهم أن منتصف الشعب الأمريكي ونصف الشعب الأمريكي صوت لترامب، وهذا ليس رفضا لترامب ولما يمثله ترامب. بايدن يتفوق بفارق ضئيل يشابه الشعرة، ولذلك أعتقد أن هناك دائما اختلالات وتزويرا في الانتخابات، والذي خيب الجمهوريين هو أن قواعد الانتخابات تغيرت قبل الانتخاب بسبب كورونا المستجد، وهذه التغيرات صممت للإضرار بفرص ترامب، ولذلك يجب أن يكون هناك تحقيق. وأعتقد أنه يمكن أن نلقي ظلالا من الشكوك العاتمة حول مخرجات هذه الرئاسيات، لذلك أنا لست واثقا من أنه سيفوز بعد تلك التحقيقات، لأنه عليه أن يوحد الشعب ويتجاوز كل هذه الانتخابات القاتمة. طيب، سننتظر على كل حال لنرى إلى أين يعني تفضي هذه القضايا والدعاوى التي يعتزم الرئيس ترامب رفعها في الفترة القادمة. دعونا الآن مشاهدينا نتوقف مع الزميل يوسف الشريف في أبوظبي لنتعرف منه على المزيد حول الرئيس الفائز بسيادة البيت الأبيض. نعم مهند، الرئيس الأمريكي الفائز بسيادة البيت الأبيض هو سياسي ومحام أمريكي وعضو بارز في الحزب الديمقراطي. ولد في ولاية بنسلفانيا ويبلغ من العمر 78 عاما. شغل منصب نائب الرئيس أثناء حكم باراك أوباما لولايتين متتاليتين. انتخب لأول مرة كسادس أصغر سيناتور في مجلس الشيوخ. انتخب آخر مرة كسيناتور بمجلس الشيوخ بعد أن قضى فيه 35 عاما. خلال دوراته الست كسيناتور ونائب في مجلس الشيوخ ترأس لجنة العلاقات الخارجية. اختاره الكونغرس كأحد الشخصيات الاثني عشر الذين أحدثوا فرقا في السياسات الخارجية للولايات المتحدة. عرض بايدن قرار حرب الخليج التي نشبت بين العراق أو بعد احتلال العراق للكويت، ودعا بلاده وحلف الناتو إلى التدخل في حرب البوسنة والهرسك. أيد عام 99 قصف صربيا خلال حرب كوسوفو، وصوت بالموافقة لصالح القرار الذي أذن بشن حرب على العراق. عرض إرسال المزيد من القوات إلى العراق ووصف القرار بالخاطئ. أيد الخيار الدبلوماسي مع إيران مع استخدام العقوبات عند الحاجة، وقاد جهودا ناجحة للحصول على موافقة الكونغرس على معاهدة ستارت التي تنص على خفض التسليح النووي بين روسيا وأمريكا. بايدن أيضا دعا للتدخل العسكري بقيادة الناتو في ليبيا عام 2011. بهذا يكون جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه المعلن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. عودة الآن إلى مهند في واشنطن. سنعود إلى ربما إلى بعض ملفات السياسة الخارجية المتوقعة للرئيس المنتخب جو بايدن بعد قليل. قبل ذلك دينيس، على صعيد الداخل الأمريكي الآن البلاد في مأزق، في ورطة، تواجه الكثير من التحديات ومن المشاكل. كيف برأيك ستكون الأولويات أو أولويات التعامل بالنسبة للرئيس بايدن فور تسلمه مهام المنصب في 20 يناير القادم؟ Terrific question. سؤال ممتاز. أولا، عندما نسمع هذه السخافة بأن ترامب عمل بشكل سيء خلال الأربع سنوات الماضية
لابد من القول من أسيئت معاملته. هو العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الوثيقون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقابل تمتين العلاقات مع بوتين وكوريا الشمالية. لذلك أولويات إدارة بايدن ستكون إعادة الشرف والكرامة والكلمة الموثوقة لأمريكا مع الدول الأجنبية، مثلا الانضمام مجددا إلى اتفاق باريس لمواجهة التغير المناخي في العالم. هذا من بين الأولوية لأنه يؤثر على الاقتصاد وعلى الصحة. كذلك سيحارب ذلك الحظر على الدول المسلمة وذلك الرهاب للأجانب وإساءة الناس. أعتقد أن ترامب هو الذي أساء معاملة الأشخاص الملونين سواء السود أو الآسيويين أو المسلمين. وإذا كنت مسلما فبالنسبة لترامب فإنك تأتي من دولة فيها التشدد والتطرف والظلام. هكذا كان يعتقد، هذا كان ما يعتقده عن المسلمين. وهو كان قد هاجم إلهان عمر التي هي مسلمة وأصلها من الصومال، قال لها عودي من حيث أتيت، وذلك بعد أن قال أشياء مماثلة لأخريات في أمريكا. لذلك الرئيس ترامب هو الذي يسيء معاملة الأفراد الذين عليهم صور نمطية في الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن سيعيد إقامة علاقات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء، وأيضا سيسعى إلى إعادة علاقة قوية مع إيران عبر الاتفاق النووي، كما سيتعامل مع إسرائيل من أجل أن يكون هناك إسرائيل آمنة ولها الاستقرار، وفي نفس الوقت تسوية الأوضاع مع الضفة الغربية والفلسطينيين وتحسين نوعية عيشهم وحياتهم. وهذا أمر لم يكن يأبه به ترامب، لأنه كان يحاول أن يركز على الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل على أي حساب. نعم، قضايا كثيرة من قضايا السياسة الخارجية أشرت إليها دينيس، سنعود بالتأكيد إلى بعضها، ولكن على الصعيد الداخلي سيد فلايتس، جو بايدن يعني كان في معظم حملته الانتخابية الشعار الأساسي والبرنامج الأساسي المطروح متعلق بجائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي نجمت عنها. نتحدث اليوم عن حوالي 9.5 مليون إصابة في الولايات المتحدة، نتحدث عن 240-250 وفاة حتى الآن. هذا كان يعني بندا أساسيا من بنود الهجمة على الرئيس ترامب إذا جاز التعبير من خلال الحملة الديمقراطية. ما الذي يعتزم الرئيس المنتخب القيام به؟ ما الذي بإمكانه أصلا القيام به للتعامل مع هذا الموضوع برأيك؟ أود أن أعلق على بعض النقاط التي تحدث عنها ضيفكم في الاستوديو. هو تحدث عن دونالد ترامب بإسهاب ولم يتحدث عن جو بايدن. كان لترامب سياسة خارجية ناجحة مع السعودية، حيث أجرى زيارة هي الأولى من نوعها عندما أصبح رئيسا، وحسن علاقاته مع الدول العربية الخليجية. كذلك أجرى اتفاقا إبراهيميا واتفاقات للسلام في الشرق الأوسط. أعتقد أن جو بايدن سيبتعد عن مثل هذه الاتفاقيات، وأنا أتساءل كيف يقول ضيفكم إنه سيحسن العلاقات مع إيران بالرغم من أنها تزرع الفوضى في المنطقة. سجل ترامب في السياسة الخارجية قوي جدا، ولذلك هو حظي بترشيحات لجائزة نوبل للسلام بفضل إنجازاته مع
إسرائيل والدول العربية وشرق الأوسط. تلك المزاعم غير صحيحة. بالنسبة لكورونا المستجد هو أزمة صعبة بالنسبة لأي رئيس، وأقر أن ترامب اقترف بعض الأخطاء، لكن قام مثل معظم الرؤساء والزعماء بمواجهة هذا الوباء. وجو بايدن سيأتي إلى المكتب البيضاوي ويستفيد من ذلك البرنامج القوي لتسريع إيجاد اللقاحات والعلاجات الذي أطلقه ترامب. لذلك أعتقد أنه يأتي في وقت فيه الكثير من الثمار، حيث يمكن أن نتوصل قريبا إلى اللقاح، وهذا سيفيده. وأتمنى النجاح لجو بايدن، وأتمنى أن يواجه هذا الوباء بشكل جيد. أنا أقول إن ترامب اقترف بعض الأخطاء، لكن على صعيد السياسة الخارجية كان ناجحا للغاية، والشرق الأوسطيون يعرفون ذلك. دكتور الحسيني، لا شك الرئيس ترامب كان له إنجازات على صعيد السياسة الخارجية، أشار إلى بعضها السيد فلايتس، ولكن البعض الآخر يقول كان له إخفاقات. يعني هو تحدث كثيرا واجتمع كثيرا مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، لم يتحقق شيء، النتيجة صفر تقريبا من هذه الاتصالات. علاقاته مع بوتين ومع روسيا أيضا لم تسفر عن الكثير. علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا عليها علامات استفهام فيما يتعلق بتدخلات تركيا في الكثير من مناطق من مناطقنا تقريبا في شرق المتوسط، في ليبيا، في سوريا إلى آخره. وبالتالي هناك يعني خليط من الإخفاقات ومن النجاحات على صعيد السياسة الخارجية. هل تعتقد أن المسار سيتغير بشكل جذري الآن مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ فعلا سيكون هناك تغيير، لأنه مبدئيا عندما نقارن بين كل من الحزب الجمهوري والديمقراطي نلاحظ أن هناك من يقول حزبان معا وجهان لعملة واحدة بالنسبة للسياسة الخارجية، وهذا ربما من بين المبادئ التي كان قد آمن بها أحد أقطاب السياسة الخارجية الأمريكية، وهو آرثر فالدبرغ الذي كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية منذ أربعينات القرن الماضي، وكان يقول بأن السياسة الحزبية يجب أن تتوقف عند حافة المياه. ما يعنيه بذلك أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات بين الأحزاب بالنسبة للشأن الوطني الداخلي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ينبغي أن تكون موحدة تجاه الخارج. لكن التطورات التي عرفتها الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في إطار التقاطب، في إطار العلاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق، في إطار النظام العالمي الجديد، غيرت هذه المفاهيم وجعلت لكل حزب منهما نكهة خاصة في التعامل مع الشأن الخارجي. مثلا نلاحظ أن الحزب الديمقراطي لديه نوع من إيديولوجيا التقدمية التي أصبحت تدريجيا تتجه بين أجنحة وسطية وأخرى محافظة تقترب من الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري يحاول أن يستعمل في السياسة الخارجية منطقة القوة والإملاءات. إذا نحن أخذنا هذه المبادئ لنطبقها على المقارنة بين ترامب وخلفه بايدن، سوف نلاحظ أن الولايات المتحدة ربما خسرت أصدقائها بسبب ترامب. يعني العلاقات توترت مع الحلفاء الأقربين بما فيهم جل البلدان الأوروبية. مصالحها مع بريطانيا كذلك تضررت. العلاقات على مستوى دول كانت تكن العداء للولايات المتحدة بما فيها روسيا سارت بشكل أكثر إيجابية. تقارب مع زعيم كوريا الشمالية رغم ما أحيط به، لأن ترامب يستعمل أسلوب التجارة في الميدان السياسي، فهو ليس ذو تكوين سياسي من الأساس، ونفس وسائل الرهان في ميادين العلاقات التجارية أصبح يطبق بشكل واضح. اليوم يهدد كوريا الشمالية بضربها نوويا وبقصفها وبإنهائها من الخريطة، ثم في الغد يصافح ويعانق رئيسها ودون الوصول إلى أي نتائج إيجابية في نهاية المطاف. وبالتالي في اعتقادي أنه على عكس ما قد يقال، مصالح الولايات المتحدة على المستوى الخارجي تضررت بسياسات ترامب أكثر من حققت أشياء ذات صبغة مادية مثلا مع بلدان الخليج في إطار توافقات، ولكن هذا لم يكن ليفيد عمق السياسة الخارجية في شيء، والنتيجة ظهرت. طيب، حتى الآن ليست فقط كورونا هي التي سببت زواله،
كذلك الوضع الداخلي وما عرفه من تجاوزات. سيد فلايتس، أود أن أعطيك المجال للرد على بعض هذه النقاط فيما يتعلق بإنجازات الرئيس ترامب على صعيد السياسة الخارجية. البعض يقول الرئيس المنتخب الآن جو بايدن ربما من أول مهامه، من أول ما سيقوم به عندما يدخل إلى المكتب البيضاوي، هو إجراء كمية هائلة من الاتصالات خاصة مع الحلفاء الغربيين لترميم الضرر الذي ألحق به الرئيس ترامب بعلاقات الولايات المتحدة مع أوروبا، مع حلف الناتو إلى آخره. ما رأيك في هذا المنطق؟ دونالد ترامب عاد مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي بعد الإضعاف الذي شهدته خلال عهد أوباما. استراتيجية أوباما في الشرق الأوسط هي القيادة من خلف، وداعش وجد بسبب إخفاق أوباما، وكذلك كان له استراتيجية الصبر مع كوريا الشمالية. أعتقد أن سياسته لم تنجح مع كوريا الشمالية، بل العكس، وكذلك سمحت لإيران بتطوير الصواريخ الباليستية وكذلك بزعزعة الاستقرار أكثر في الشرق الأوسط. ترامب واجه الصين بشكل صارم وقال لها إنها تسرق الملكية الفكرية، وأرسل بطبيعة الحال مساعدات لأوكرانيا. وأعتقد أن الرئيس ترامب له سجل حافل بالنجاحات في السياسة الخارجية، ولا أشك أن جو بايدن له علاقات قوية مع دول أجنبية، لكن قلقي هو أنه سيتقرب إلى الصين وإيران والأمم المتحدة، وآمل أن نتمكن كجمهوريين من العمل معه لنطالبه بأن لا يقوم بأشياء من هذا القبيل. يمكن أن نعمل بشكل ثنائي كحزبين جمهوري وديمقراطي لنبقي قيادة أمريكا في العالم. سيد فلايتس، يعني أتفهم مخاوفك من إمكانية أن يتقرب السيد بايدن إلى الصين وإلى إيران. ما الخطر من تقرب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة كما أشرت؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الأمم المتحدة يسيطر عليها الأمم المعادية لأمريكا، وعندما ترغب أمريكا في فعل شيء ضد إيران أو كوريا الشمالية يكون هناك فيتو من الصين وروسيا. لذلك ترامب كان محقا في العمل بشكل ثنائي مع كوريا الشمالية ودون وجود الصين وروسيا، وكذلك فعل نفس الشيء مع إيران فرض عقوبات. الأمم المتحدة تحافظ على رهن المصالح الأمريكية بدعوى السلام العالمي، والرئيس ترامب هو ملتزم بالدستور الأمريكي وليس صيغة والشرعة الأمم المتحدة. دينيس، ما رأيك؟ أود أن أسمع رأيك فيما قاله فريد فيما يتعلق بهناك مخاوف الآن، وسمعنا هذا الكلام من أكثر من جهة بأنه السيد بايدن قد يعيد علاقات أو قد يحسن العلاقات مع إيران، ربما يعود إلى الاتفاق النووي، قد يحسن العلاقات مع الصين وكل هذه الأمور. إلى أي مدى بالفعل لهذه المخاوف ما يبررها؟ أعتذر لأن الضجيج المحيط يشوش علي. على كل حال، ما فهمته من السؤال هو أن العلاقات مع الدول الأجنبية، يمكن أن تعيد السؤال؟ هل هناك بالفعل مخاوف من إمكانية أن يقوم السيد جو بايدن بتغيير هذه السياسات بحيث يتقرب من إيران، قد يعود إلى الاتفاق النووي، يتقرب من الصين إلى آخره؟ هذا ما أشار إليه السيد فلايتس قبل قليل. طيب، إلى أن نحل مشكلة الصوت سأنتقل مرة أخرى إلى الدكتور تاج الدين الحسيني في الرباط. دكتور تاج الدين، سمعت ما قاله السيد فلايتس، إلى أي مدى هناك بالفعل مخاوف من أن يقوم السيد بايدن بتقويض بعض هذه السياسات التي رسمها الرئيس ترامب خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة فيما يتعلق بإيران،
بالصين، ربما بروسيا وبملفات أخرى؟ لا أظن إطلاقا أن السيد بايدن سيتوجه إلى الارتماء في أحضان لا الصين ولا كوريا الشمالية ولا إيران ولا أي من هذه الدول. أعتقد أن بايدن هو رجل قانون قبل كل شيء، هو محام وله تجربة عميقة في الميدان السياسي والدبلوماسي، وبالتالي في اعتقادي أنه سيعود إلى رد الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالخروقات التي ارتكبها ترامب بالنسبة للمجال الدولي. أولا بالنسبة لاتفاقية المناخ، نعلم أن حكم أوباما سبق له أن صادق على هذه الاتفاقية وعلى ما جاء في مؤتمر باريس، ثم جاء بعده مؤتمر مراكش، وكان هناك توجه عالمي بأن مشكلة المناخ ستتم تسويتها، لكن السيد ترامب أوقف كل شيء في منتصف الطريق، وهذا شيء مقبول غير قانوني، لأنه حتى بالنسبة لالتزامات الدولة أشخاص عابرون والتزامات الدول تستمر لأنها مؤسسة سيادية. نفس الشيء يمكن أن نقوله بالنسبة لقضايا الهجرة، ارتكبت أخطاء بالنسبة للوافدين من الأقاليم الجنوبية للولايات المتحدة، وقام بعملية بناء جدار فاصل بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ. كذلك فيما يتعلق بالملف الإيراني، مفاوضات استمرت عدة سنين وتم التوصل إلى اتفاق يوقف تقريبا بشكل مطلق طموحات إيران النووية والتسلح النووي، ومع ذلك خرق الاتفاق رغم أن الولايات المتحدة وقعته وهي التزامات دولة. وبالتالي لا أعتقد أن السيد بايدن سيذهب للتحالف مع لا من إيران ولا من الصين ولا من غيرها، ولكنه سيعيد واجهة الولايات المتحدة نحو المجتمع الدولي بشكل أفضل مما ذهب إليه ترامب. هناك منظمات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على رأسها منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسكو. ترامب رفض التعاون معها بالشكل الإيجابي وأوقف حتى دعمه المالي، وبالتالي أظن أن بايدن كذلك سيعيد الأمور إلى نصابها في هذا المجال، وبالتالي عملية الاعتدال هي أصبحت مطلوبة من الولايات المتحدة، ليس فقط بوصفها دولة لها امتيازاتها ولها مكانتها، ولكن أكثر من ذلك بوصفها قطب الرحى في توازن القوى الشمولي. نحن خرجنا فعلا من الأحادية القطبية وقبلها من الثنائية القطبية، ولكننا نحن اليوم نعيش تعددية الأقطاب التي تلعب فيها الولايات المتحدة دورا أساسيا ومركزيا في توازن القوى الشمولي. نعم. دانس، سأسألك باللغة الإنجليزية. Let me ask you in question in English, please. You can take your earpiece off. I don't know if you heard Mr. Flight's. لا أعرف إن سمعت comments saying that the president-elect will probably undermine the policies of President Trump. رئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب كان ناجحا في إقامة علاقات كقوة، علاقات أمريكا بقوة، وكذلك كيف ترد على هذا؟ هل يمكن أن نشاهد فيديو يتحدث عن رئيس فرنسا وبوريس جونسون وترودو كانوا يسخرون وهم يتحدثون عن الرئيس ترامب؟ هل يمكن أن نسترجع ذلك الفيديو الذي يظهر بعض الزعماء الآخرين عندما كان ترامب يتبجح بإنجازاته؟ أعتقد أنه هناك الكثير من مظاهر السخرية حول الرئيس ترامب حصلت في الأعوام الأربعة الماضية. أعتقد أن هناك 1000 شخص أمريكي يموت كل يوم بسبب كورونا المستجد، وترامب يتصرف كأنه نعامة يطمر ويدفن رأسه في الرمال، بالرغم من أن الأمريكيين يموتون كل يوم. وهناك رقم قياسي سجل قبل يومين بسبب كورونا المستجد. أين قيادة ترامب؟ هو يلعب الغولف، هو يتحدث عن جو بايدن ووصفه بالنعسان، يتحدث عن الأشخاص الذين يسيئون معاملته. هو يحتاج إلى
إقامة سياسة أكثر عدوانية. أين هي الولايات المتحدة الأمريكية وقيادتها؟ ليس فقط في مساعدة الأمريكيين ومساعدة في الرعاية الصحية، وإنما في خلق اقتصاد أقوى لهم ومساعدتهم في مكانة ترسيخ مكانة محترمة لأمريكا في العالم. هذه هي أمريكا في الماضي. لكن ترامب في عطله كان يقول إن الفيروس كورونا سيختفي قبل الانتخابات، وهذا لم يحدث. نعم سيد فلايس، كيف ترد على بعض هذه النقاط، خاصة ما يقول دينيس بأنه الرئيس ترامب أسهم في تقويض صورة الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة حتى بين حلفاء واشنطن التقليديين الأوروبيين وغيرهم أصبحت أضحوكة في وقت الرئيس ترامب، كيف ترد على هذه المسائل؟ أود أن أقول إن للرئيس ترامب استراتيجية قوية لمواجهة كورونا المستجد، وبايدن لن يفعل أي شيء غير ما فعله دونالد ترامب. أعتقد أن الشرق أوسطيين سيفتقدون ترامب لأنه أسدى الكثير من الأشياء الجيدة للمنطقة، وأعتقد أن هناك وقائع تؤكد ما أقول. أعتقد أن ترامب كان له سياسة مختلفة للتعامل مع الأوروبيين، لأن الأوروبيين كانوا يتعاملون مع أمريكا كممول كبير ومدافع عنهم في كل الأزمات لحمايتهم مجانيا. والرئيس ترامب تعامل بذكاء، لأنه مثلا عندما كان يحاول صدام حسين رئيس العراق السابق باستخدام الكيماوي تمت مواجهته بالإجماع. أعتقد أنه يسعى لجعل العالم أكثر أمانا. أتمنى الحظ الطيب لبايدن أن يقوم بأشياء جيدة لأمريكا والعالم، لكن ما يمكنني أن أقول هو أن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس الشيوخ وسيوقفون تلك السياسات الراديكالية مثل زيادة الضرائب أو إضعاف المحكمة العليا أو إضافة ولاية 51. أعتقد أنه بمجلس الشيوخ يمكن أن نصل إلى توافقات ونصل إلى النفس المعتدل، لأن نصف المجتمع الأمريكي بقوا مع ترامب، لذلك علينا أن نعمل معا. دكتور الحسيني، لا شك أن الرئيس ترامب كان له إنجازات واضحة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولكن في الوقت نفسه الكثيرون يرون أنه أخفق في كثير من الملفات. أين برأيك كانت إنجازات الرئيس ترامب أكثر وضوحاً من غيرها؟ ربما أهم الإنجازات التي حققها ترامب ارتبطت بالميدان الاقتصادي وبالمصالح الحيوية للولايات المتحدة في علاقته بالشركاء. هو اعتبر مثلاً أن حلف الأطلسي قائم على تبعية للدعم الأمريكي بالأساس، وقال بأنه يجب على الشركاء الأوروبيين بالأساس أن يؤدوا واجباتهم في الأطلسي، وإلا سوف يكون مضطرا إلى وقف التعامل معه. استطاع مثلا أن يربط علاقات مفضلة مع بلدان الخليج العربي، ولكنه في نفس الوقت قام بأعمال تضر بمصالح الفلسطينيين ورغبتهم في بناء دولتهم المستقلة، بما في ذلك إقرار القدس كعاصمة لإسرائيل، والإقرار كذلك بإمكانية توسع إسرائيل في أراضي الضفة الغربية. لكن على مستوى المصالح الأمريكية بالأساس استطاع أن يستقطب استثمارات جديدة نحو الفضاء الأمريكي، استطاع أن يخفض نسبة البطالة. وأعتقد ربما لو لم تأتي أزمة كوفيد-19 للولايات المتحدة لكان ترامب قادرا على أن يتولى ولاية جديدة هذه المرة، لكن أخطاءه القاتلة ارتبطت بسوء تصرفه مع أزمة كورونا وعدم اعتباره للكمامات أو لوسائل الوقاية التي ينبغي اتباعها، وهذا الارتفاع المهول الذي عرفته نسبة الوفيات والمصابين، والذي جعل شخصيته كرجل سلطة وكرجل حكم تهتز بسبب هذه الممارسات، وبالتالي كانت النتيجة التي شاهدناها الآن.
Dennis, what do you think about this argument? Dennis, ما الذي تعتقده حول هذا المبرر؟ هل خسر بسبب كورونا المستجد؟ أو من الممكن أن يكون هذا صحيح، ولكن علينا أن نعترف أنه إذا نظرنا إلى شيئين، أولاً انهيار الاقتصاد الأمريكي خلال عهد جورج دبليو بوش، وهذا ما ورثه الرئيس أوباما، الرئيس السابق أوباما، وأوباما عاد بناء الاقتصاد الأمريكي، ورغم ذلك العديد من الأمريكيين كانوا يعانون، ولذلك هو نجح في إخراج أمريكا من الأزمة المالية العالمية بالرغم من التركة السيئة التي تركها بوش الابن. الرئيس ترامب جاء وورث اقتصادا جيدا لأوباما وحقق العديد من المنجزات بفضل ما تركه أوباما، وعندما هاجم فيروس كورونا العالم وأمريكا اقترف خطأ قاتلا، وهو أنه تجاهل خطورة هذا الفيروس على حياة الملايين من الأمريكيين، وبفعله هذا وللمفارقة أضر كثيرا بالاقتصاد الأمريكي، وتجاهل خطورة وباء كورونا، وبالتالي عجز الاقتصاد عن التعافي. ذلك القانون للتسليح الدفاعي أو تسخير المؤسسة العسكرية للإنتاج الصناعي من أجل تصنيع الأجهزة الخاصة بالتنفس الاصطناعي، وكذلك الدفاع عن الحياة في أمريكا، هو فشل في تسريع هذه الخطوات، وبالتالي حدثت هناك آلاف الوفيات، واندثرت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الكثير من الأماكن. نعم فريد، البعض يقول هنا في العاصمة واشنطن، خاصة الآن بعد هذه المواقف التي أطلقها الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه الانتخابات، سيقول البعض أن الرئيس ترامب سيدخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يعني يشكك في شرعية الانتخابات، يشكك في نزاهة الانتخابات والنظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، وهذا يعني يعتبر نقطة سوداء في سجله ستبقى معه إلى الأبد. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح برأيك؟ أود أن أعلق بإيجاز، العالم يعرف أن ترامب جعل الاقتصاد الأمريكي الأنجح، وهو لم يرث اقتصادا مزدهرا من أوباما بل جعله مزدهرا. أعتقد أنه علي أن نذكر أن ألغور لم ينتظر 37 يوما فقط في انتخابات الفاين، وبعد ذلك المحكمة العليا أثبتت فوز بوش. أعتقد أن ترامب سينهج نفس المسار الذي نهجه بوش الابن من أجل جعل المحاكم تبت في الاختلالات التي وثقت وسجلت، وهذه الطريقة الأمريكية في حسم الأمور، لكنه عمل بسوء من قبل الكثير من الجهات، ذلك التورط المزعوم مع روسيا والتعامل السيء من قبل وسائل الإعلام والكثير من الفضائح المنسوبة إليه. أعتقد أنه كان سينجح بشكل حاسم لولا كورونا المستجد المصدر إلى أمريكا من قبل الصين. لو كان خسر بطريقة طبيعية كان ليقبل، لكنه عمل بغير إنصاف. نعم شكرا لك فريد فلايتس، المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية والمسؤول السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب. أشكر ضيفي هنا الخبير الاستراتيجي الديمقراطي دينيس جاف، وأشكر ضيفنا من الرباط الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية. شكرا لكم جميعاً.